هذه بداية مسار وادي نقب. سيارة توقف هنا، وهالجبال، هذا المدخل. هذه الشروق. الجبال، في ناس تمشي هناك. يراك العالم، تسلقها لكي ترى أنت العالم. جملة حكمة تدل على الاستمتاع. استمتع. جميل، مكان جميل. بداية المسار. استمتع. هذا في وادي نقب، كان هادي جميل. تمتع بوقتك. هذا تحت الوادي جبال، راح نطلع للأعلى. طبيعة. ماشي على الحد تحت الوادي. ان شاء الله حميض الجبل مزهر على رؤوس الجبال. جميل، سبحان الله. ما شاء الله، هاي الشجرة، شجرة اللبان أو العربي أو المورينجا أو اليوشع. فوق جذعها طالع في الصخر، سبحان الخالق. الشجرة المعلقة من فوق، هذه الشجرة المعلقة من فوق، حدائق المعلقة في وادي كوب. سبحان الله، كيف الحصد حق. هذا وادي كوب، مناظر جميلة بين الجبال والحصى.
وادي كوب. هذا في وادي كوب، هذا الماي، منظر جميل، واعتقد مع الشلال ينزل من فوق، شيء جميل. فراش خلاص، هذا الفراش ما شاء الله، هذا من بين الحجارة، ومن الحجارة ما يتفجر منه الأنهار. ما شاء الله شوية ماي، هذا وادي كوب. مناظر خيالية، الواحد في حفرة، شيء جميل. هذا وادي كوب، نزل منه طريق هناك، ناظر جميلة. لا تكون مع نزول المطر. تحت طريق هناك في نهاية وادي كوب، خلاص تقريبا آخر الممر. خلاص هاي هنا ريت، خلاص وادي مسدود او سباحة فوق. وصلنا تقريبا لنهاية وادي كوب، ها نهايته. هذا الآن طريق العودة، شوي بس يعني قليل من المغامرة، كل أمور طيبة إن شاء الله. هذا الطريق جاي من هناك، هنا هبوط، طريق كمل هناك. هاي من الأماكن اللي راح تكون فيها حذر، هذا بداية وادي كوب. الحين خلاص الردة، ما شاء الله شجرة الشوع، المرنقة العربية، اللبان العربي مزهرة. بسم الله، صورها جميلة، تأمل مليا في الطبيعة، تأمل، سبحان الخالق.